أهلا مشاهدين، أهلا وسهلا وحلقة جديدة من برنامجكم نور الحياة. في الحقيقة في بداية برنامجي بحب أبعت لدكتورتي الجميلة الغالية دكتورة شادية عبد الفتاح، أقول لها البقاء لله في دكتورنا الجميل المحترم دكتور أحمد رشدي شحاتة. طبعا كلنا عارفينه والقناة كلها عارفاه، لأنه هو ما كانش ضيف، كان صاحب بيت، عمل معانا أكثر من 30 حلقة، يعني أنا أعتبر داخلين في 30 حلقة، فالله يرحمه يا رب ويجعل مستواه الجنة يا رب. أعزائي المشاهدين، بيتجدد لقائنا وضيفتي الجميلة اللي منورانا من المنصورة، ميك اب ارتست القمر اللي عاملة اسم مسمى زي ما صراحة، والله يعني أنا مش بجاملها، بس أنا فعلا يعني لما رحت لها وشفنا شغلها ما شاء الله عليها، القمر الجميلة اللي منورانا النهاردة ميك اب ارتست حسناء الدير من مدينة المنصورة. اهلا بيكي حسناء، اهلا بيكي يا وكنا رب. عملنا قبل كده لقاء معاكي وما شاء الله عليكي. يعني انت بصي، بالرغم ان انت اول مره تطلعي معانا وما شاء الله بقى كنت بلاقي، بس ما شاء الله عندك تلقائيه وما شاء الله انت متميزه في كل حاجه بجد. حبيبة قلبي تسلمي. طبعا احنا في اللقاء الاولاني كنا تعرفنا عليكي وعلى دراستك وان انت اتجهتي ليه وسبت مجال الاداب، ايوه واتجهتي بقى خالص للعالم انت بتحبيه اللي هو الميك اب ارتست. ايوه اتكلمنا قبل كده في الحوار اللي فات معاكي عن العروسة وخطوات العروسة. النهاردة بقى طبعا ما كناش اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن بقى عن الشعر والالوان والصبغات والبروتين. طبعا ايوه انت عارفة بقى طبعا ان احنا دلوقتي في موسم دراسة بنات ايوه الجامعة، ده غير ان احنا داخلين على الكريسماس. كل سنة وانتي طيبة انت طيب وسنة جديدة عليكي وعلينا كلها يا يا رب رب تكون ان شاء الله من اجمل باذن الله. السنين علينا جميعا وعلى اسرة الصحة والجمال، استاذ جمال، استاذ عبد الله، استاذ ناصر، محمد شاهد، يعني مش عايزه انسى حد، كل اللي معانا كاست النهارده والمصورين الجمال اللي تعبانين معانا. فكل سنه واحنا جميعا بخير يا رب. يا رب ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي حسناء، نورك والله. و مش عارفه يعني انت عامله شغل جامد جدا. فالنهارده بقى ايه، كلميني بقى عن شغلك الجديد عن الشعر. الشعر ده عالم لوحده، انا كنت فاكراه اصلا حاجه عادي، فاهمه؟ حاجه بسيطه. طلع عالم، انا عارفه ان انت تاني. اصلا يعني ايه، انت مش واخده مجال ايوه الميك اب ارتست بالظبط متنوع، لا انت بتتخصصي في حاجات معينه لانك انت درستيها وخدتي فيها كورسات بالظبط. لا انا بصي، عشان ما تعمليش اي شغل. اللي معرفش فيه ما افتيش فيه، علشان بالظبط. برضو ده الشعر ده ما فيهوش معلش، فاهمه؟ ما اللي هو انت كل ما انت حاجه كان عندك مصداقيه في الاول لما كان بيجي بالظبط لك العروسه تقول لها لا معلش انا ماليش في الشعر. بالظبط كده، اللي ماليش فيه مش ما انت هفتي عشان فيه كده عشان ما اعملش بصي مشكله. في غيرك بياخدها كده خلاص، ايه لا 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 بالبركه، مستحيل. بس انا برضو زي ما ما عملتش قلت اسم لك، زيك يا حسناء صراحه الحمد لله، بجد. انا زي ما قلت لك، انا مش اول ما اشتغلت مش يعني مش هدفي الفلوس، انا هدفي حب الناس الاول، وان اعمل لنفسي اسم. انا عايزه اعمل اسم، لكن ان انا يعني اتميزت فيه اكتر اسعار، كمان بعمل اسعار تناسب جميع الفئات، مش ان في لا واحده ده انا نفسها تيجي سامعه وما دلوقتي اقدرش. اسعار خياليه لا لا يا حسناء. انا عارفه، انا عامله يعني اسعار تناسب كل الفئات، دي تقدر تعمل ودي تقدر تعمل، وكله بنفس الجودة. كله بنفس الجودة. اللي عندي هي حاجة واحدة، والشعر ده ما ينفعش اقلل نسبة واحدة بالجودة دي ابدا. شعر الماتيريال يقع، عندك. نحصل مشكلة، لا لا حرام بالظبط. يعني الميك اب يوم وهيتمسح، مع انه الحمد لله كل اللي عندي هاي اند، الماركات كلها هاي اند. الشعر ما ينفعش، ما مستحيل ان انا العب فيه، مع ان في برضو لا بس برضو انا جربت عندك مرة ميك اب، روحت وغسلت والدنيا تمام عندي لا تاني هو يوم الدنيا الحمد لله حتى زي ما قلت لك الميك ثابت. اب تمام. انا بتكلم عن الشعر ده دعاهة، ده بالظبط. شعر يقع، شعر يتحرق، لا لا ما فيهاش علاج، مش فاهمه؟ زي اللي دلوقتي بالظبط دكاترة أول الموضوع ده يا حسناء، اللي هم واخدين الموضوع يعني بصي لا بالمرة بقى نعمل الشعر، تبص تلاقي الشعر وقع والشعر اتحرق لا لا وحاجات مستحيل. كتير جدا. بصي اللي طالع دلوقتي في حاجة اسمها كافيار وفي فيلر، دول المادتين اللي بشتغل بيهم دلوقتي، والكولاجين، دول احسن حاجه بالنسبه. الكافيار والفلل والكولاجين. بالظبط. نسبه الفورمالين فيها قليله جدا، مش هقول لك ما فيهوش، بس النسبه قليله جدا، اللي هي بتعالج فيه. الكافيار ده نسبه العلاج فيه عاليه جدا، في علاج وترطيب وفرد، فبتلاقي الشغل فيه تحفه، الشعر فيه تحفه، ده اعلى ماده عندي. والفيلر برضو فيه علاج وترطيب وفرد، بس كل حاجه بنسب. لكن البروتين ده انا منعمل عندي نهائي، يعني يجي لي واحده انا عايزه بروتين اقول لها انا اسفه انا بعمل عندي كذا كذا كذا، هو ما اقول البروتين مش كويس يا حسناء. البروتين الفورمالين فيه عالي جدا. يعني انا هقول لك، في ناس هتقول لك الكافيار ما هو بروتين،
اوكي، بس هو في نسبته هاديه شويه، قليله شويه، ما بتحرقش الشعر. بالتالي انا الحمد لله اللي بيجي لي مره بيجي لي تاني وتالت، تاني وتالت، ما خلاص بيعمله عشان جربوا كل 6 شهور الروتس بتطلع، الجذور بنعملها، وبالتالي الشعر بيفضل زي ما هو مفروض. لو كان حاجه وحشه واثرت عليهم ما كانوش جولي، فاهمه؟ ما كانوش جولي تاني. الحمد لله. طب امال اللي هم بنسمع عنه دلوقتي يقول لك البروتين وبروتين علاجي والله ما فيش حاجه الكلام ده الا عند البعض. انا برضو مش هتكلم، مش بقول لك انت الحلقه اللي فاتت مصداقيتك زياده عن اللزوم. ما فيش حاجه اسمها بروتين علاجي. انا بيجي لي كل خبراء التجميل منك والله العظيم، بيجي لي ناس تقول لي انا عايزه بروتين علاجي، اقول لها يا بنتي مفيش حاجه اسمها كده. البروتين هو فرد، والفرد فيه فورمالين بس. غير كده نعمل التريتمنت بتاعنا اللي هو مش عايزه اقول منتجات، في حاجه احنا بنستخدمها بتطري الشعر، بتقلل الهيشان، مش هتفرده. مستحيل فرد من غير حراره، مفيش حاجه اسمها كده. انا بس والله بقول الحقيقه. فانا اللي يجي لي انا بقولها انا ما عنديش خلاص. يقولوا لي يا جماعه، في ناس تقول لي ما تقولي عندي، مش انت عندك ده اعملي وخلاص. اقول لهم لا، اللي عندي هعمل بيه، وهي مقتنعه وراضيه. علشان ده اسم، ما ينفعش حاجه تيجي كده. انما هي لو جت بقى وراكبه دماغها تقول لك لا انا عايزه بروتين، خلاص يا حبيبتي بقى عندنا جنبنا ناس كتير يعملوا. بس انا مش مش يعني اللي هو مش بتنطط عليها، انا بحاول اقنعها اقول لها على حاجه احلى. عايزه اقول لك ان هو سمع في فتره كبيره. ايوه، وكل دول شعرهم اتحرق. حقيقي بيجي لي حالات والله العظيم. بصي، في اكتر يعني اجمد البيوت سنترز، وما شاء الله الناس ليها اسم، بس هو البروتين هو بروتين. انت شاري بروتين وانت محلك كبير وليك اسم، بس هو البروتين هو بروتين. هيبوظ وهيوقع اسمك اللي انت عملته. بتيجي البنت تقول لي انا مش عايزه شعري يقع، انا اقول لها بقول لها الكافيار والفيلر والكولاجين اللي عندي دول هما، انت شعرك هيقع بالطبيعي. مش هقول لها مش هيقع، انا مش هكدب عليها. قلت لها بالطبيعي هيقع، الطبيعي اللي هو زي ما بيقع كل يوم، كلنا شعرنا بيقع، فاهمه؟ بس فانا بقول لها هيقع في الطبيعي. اوكي، عجبها، ما عجبهاش تمام، عشان وجع الدماغ بقى. بعد كده انا شعري وقع واتصالات وتليفون، لا ما احبش كده. بالظبط. يعني انا ببقى صادقه مع الناس في كل حاجه. بصي خلاص تكون النهارده، علشان بصي اللي انا ماشيه عليه ده مخليني ايه بقى. الحمد لله مفيش ولا شكوى جت لي بس هنتدرب بعد الحلقه انا وانت بخصوص البروتين ده. بلاش. لا انا عايزه انا بنصح البنات، كل بيطلع بيتكلم في البروتين ده ان هو بصي حاجه نزلت من السماء، نزلت من السماء، بتعالج بنات شعور بنات اللي هي بيبقى الافريقي وكده. بس بعد كده في جانب سلبي ليه يقع. انا مش هقول الكافيار مش بيوقع ومش بيعمل، بس النسبه اقل. يعني مثلا الفورمالين في البروتين 100%. انا ببسطها، في الكافيار والفيلر والكلام ده بيبقى الفورمالين مثلا 30% 40% بالنسبه اللي هي ما تاذيش حتى فروه راسك. بالظبط. فاهمه؟ بس طيب لو جت بقى واحده هي سايبه لك نفسها وقالت لك شوفي لي ايه اللي يناسب شعري، اكيد كل واحده بتختلف عن الثانيه، مش كده؟ الشعر الافريقي ليه حاجه، والشعر العادي اللي هو شعور اللي هي الشعريه الضعيفه ليها حاجه برضو. كل حاجة وليها طريقة. حتى الشعر الافريقي ليه طريقة، حتى لو بنفس المادة. ده ليه طريقة وده ليه طريقة. اكتر بقى ايه الشعر الاكتر اللي بياخد منك يعني بصي تعب شوية ومجهود؟ الافريقي. الافريقي والتقيل. بس النتيجة بتبقى تحفة، بيبان اكتر. بيدي طبعا شكل اكتر لانه طبعا تقيل، فمفروض بقى فبيبقى احسن لك. طيب كل بقى اللي بيجي لك، طبعا انا يعني انا واحده جايه لك اهو دلوقتي، ايوه، مثلا شعري ضعيف، شعري قصير، شعري مش عارفه ايه، لو انا مثلا عايزه اي حاجه من اللي انت ذكرتيهم فرد كده، بس هما ما يناسبنيش التلاته، ممكن انت بتشوفي عارفه اللي ما يناسبهاش وشعرها ضعيف خالص، اقول لها انصحها ما تعملش حاجه، واقول لها وصفات طبيعيه تعالج الاول التساقط، وبعدين لما شعرها يجمد شويه بقول لها تعالي بقى اعملي. وده حصل حقيقي. يعني انا الحمد لله بيجي لي عرايس. مش بقول لك انا وانت هنضرب بعد لا لا انت كده هتقفلي كل المحلات، حرام عليك. لا 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 والله انا ما انت بتقولي وصفات طبيعيه يا حسناء، مع ان انا عندي برضو مجاميع. ما حدش بيقول وصفات طبيعيه دي حسناء. لا بقول لها وصفه طبيعيه صدقيني. عندك مصداقيه شفافه. تشتريها من العطار وتعمليها. بالظبط. انا بعامل الناس اكن هي اللي هتتضرب لوحدها، انا ماليش دعوه. انا بعامل الناس اكن انا بجد. ايوه. يعني انا دي شعرها بيقع انت كده هتقفلي بيوت الناس. لا البنت اللي معايا تقول لي انت بتمشي الزبونه ده جايه تقول لك انا يا بنتي ده بيتعاملوا باسعار خرافيه. يعني انا عايزه اقول لك معظمهم دلوقتي ممكن يركنوا الميك اب ويشتغلوا بس بروتين. ما هو ده حقيقي في كده. لا انا بتيجي بقول لها لو سمحتي انا لو شعرك انا حطيت ايدي فيه في حاجه، حتى لو الكافيار اللي هو الهادي هيقع برضه هيتبهدل.
فكان عندي عروسه، انا عندي العرايس بتحجز مثلا قبلها بثلاث شهور، يعني انا عندي الحمد لله حجزت لي 8، ما شاء الله ربنا يزيدك. فانا بشوف ايوه انا عارفه، يعني احنا برضو بالظبط اقول لها عالجي بقى علشان انت قعدت مده عمال كان عندك ما شاء الله شغل كتير، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم زيد يا رب اللهم بارك. فانا قعدت اقول لها نعالج بقى، كانت دي السنه اللي فاتت هنعالج كان شعرها منهار حرفيا. قلت لها تعالي اعملي الوصفه الطبيعيه دي بتاعت تيتا دي، انا كنت انا بعملها عموما. نعملها وبعدين هبدا لك بقى الشعر اللي احنا عاملينه. وفعلا شعرها التساقط قل جدا، وحسيت انه تقل كمان، طلع بيبي هير واشتغلنا والحمد لله ما وقعش ولا حاجه واحنا بنشتغل، وما احتاجتش اي حاجه. في بقى ناس مواد صناعيه بتجيلي، لا عملنا لها الكافيار هي حابه تفرده لان شعرها برده كان نفسها تفرح بيه مفروض، خليته يبقى اقوى بس شويه عشان نقدر نعمله ما يقعش. في ناس بقى بتيجي اقول لها انا اسفه شعرك مش هعمله، والبنت تقول لي خلاص اعملي، قلت اقول لها والله ما هعمله. ايوه تقول لي يا بنتي ده رزقك. انت بترفضي ما شاء الله مبالغ. انا برفض مشاكل، انا برفض ممكن يجيلي مشكله، يعني لو هاخد من دي مبلغ ووراه مشكله مستحيل. مش ما انت عشان عندك مصداقيه وانت حابه الموضوع، مش عايزه المبلغ ده مقابل. ايوه انت مش همك اسمي. المكسب انت كل همك بالزبط. ان انت اسمك ان هو أيوة. أيوة. اللي انت عم تعملي يعني تعبتي فيه. لولا ما كان اسمي الحمد لله ما كنتيش انت عرفتيني ولا كنت انا جيت. اكيد اكيد بس فانا بحب يعني اكون صادقه في الحاجات دي بالذات لو حاجه مضره الصراحه ماليش دعوه. ايوه طبعا عشان انت برضو يعني اهم حاجه ان انت تراضي ربنا. بالظبط بالظبط الحمد لله. قبل الماده ده طبعا يعني انا ما اقدرش ادخل جنيه عندي ما ربنا يبارك. عامله في حاجه غلط يعني لو حاجه تحرق شعر حاجه لا غير في ناس كتير جدا مش مشكله نستهان. أيوة. ممكن ما نجيبش حاجات ماتيريال يكون مثلا يعني جوده عاليه. بالظبط بالظبط نقلل التكلفه شويه ومع ذلك بنعلي التكلفه على الزبونه. دي حقيقه لان الاسعار زي ما قلت لك في متناول كل الناس. وبالنسبه للصبغات بقى يعني انا احكي لك موقف حصل لي الصبغه برضو عندي. كانت واحده جايه تصبغ عايزه لون معين في الاول، انت عارفه ان انا كنتش لسه يعني يا دوبك بدات كنت لسه واخده كورسات ولسه ما عندكيش الخبره فيه قوي، فما طلعتلهاش نفس اللون اللي هي عايزاه يعني اغمق سنه. عارفه انا عملت ايه؟ انا اديت لها فلوسها قلت لها تعالي لي تاني بعد اسبوع خدي فلوسك هعمل لك اللون تاني. فاهمه تكلمي بجد وحياه ربنا. طيب بعد ما قعدنا نعمل فيه 3 ساعات والشغل اللي انت تعبت فيه والله عادي، والماتيريال راحت في الارض وجات لي تاني وعملت لها اللون اللي هي حباه وماشيه مبسوطه. اي حد يا جماعه بص جايبها لكم المنصوره ببلاش والله بعمل كتير بتعمل ببلاش دي حقيقه الكل هيروح لها. ارقامها متواجده على الشاشه، هي من المنصوره من شارع الترع جيراننا يا اخوانا، اي حد عايزها يجي لي وانا هوديها له على طول. انا فعلا والله عملت كده وهي كده كانت مبسوطه، عملت لها اللي هي عايزاه وفي نفس الوقت مش في نفس اليوم بقى عشان شعرها كده هيتعب. فاهمه قلت لها اسبوع وتنعمل ده ما حصلتش ما حصلتش والله العظيم يا لا وريتي جات لي واخدت الفلوس وعملت اللون وجات لي تاني. فاهمه حسناء دي نمبر 1 الصراحه ما شاء الله عليك بقى كوميديا جدا في الشعر، كوميديا لحد ما قدرنا نثبت نفسنا فيه برضه. طب بالنسبه بقى للالوانات الحمراء والالوانات لا دي لا مستحيل والله ما عملتها عندي ولا مره. انا عارفه ان هي بتاخد مشقه وتعب غير المشقه، انا ما طلعش واحده بالشكل ده من عندي. الاحمر ده بص بيليق على بنات كتير بس تبقى محجبه ومش باين، لكن ان انا مثلا انا بطلع شعري هم الحجاب انا عارفه ان ده غلط وربنا يهدينا، بس انا بقصد ما بقاش عامله لون احمر وكمان مطلعاه وتمشي في الشمس منوره وانت تاخدي الزبده معاها كمان زي بتاع الجامعه. بصي لا ده انا يعني اللون الاحمر يعني هي لو طلبته منك يعني هي لو لا انا اسفه مش عندي والله حتى لو هي انا كده ما بعرفش اعمله لا بعمله بس انت مش بتحبيه صدق انا برضو والله ما بحبوش لا ما بحب انا اللي انا بصي اللي بحبه بعمله اي حلو عاجبك انك تعمليه خلاص مش عاجبك برضو ما غامرش لان الشعر الاحمر بيحتاج بتاع ده اكسجين كتير جدا عشان توصلي بالظبط وبتفرح بيومين او اسبوعين كده مثلا وبيتهيألي بينزل برضو في اللون لونه بيغير بيغير بيبقى لونه لون تاني خالص مش كده؟ وفي الاخر حد يشوفها انت عامله شعرك فين هتقول لهم عندها حسناء لا طبعا ما احبش ما نعرفهاش بس فالبنيات بنصح البنات تعمل البنيات الاشقر الالوان الجديده بقى الالوان الجديده سنه 24 هو الرئيسي بتاع الالوان البنيات الاشقرات دي بتبقى تحفه طالعه ناتشرال وطبيعيه وحلوه قوي بس ما تحبيش انت تعملي الالوان انا عمري ما عملت صعب. لون يعني ليا انا كشخصيا عملت اللي هو الاشقر جراي ده ده كان حلو بس كنتش بحب اخرج شعري عشان هو فاتح اوفر فكنت بالنهار بقى بتمشي حتى كشاف هنا كان شكلا كشكل كان حلو بنعمله كتير هو طبعا برضو حسناء هو كل لون
بشره بيليق عليها لون بالظبط. معين ايوه بالظبط، يعني. يعني البشرات الفاتحه بيليق عليها كل الالوان عادي، بس في الوان برضو بتبهتها تخليها باهته، وهي اللي بيضه هو الاصفر وبتبهت. القوي ده، ايوه متهيالي الاصفر الاشقر قوي. بس. وفي بشرات اللي هي الخمريه دي برضو بيليق عليها الالوان اللي هي البني الاشقر، النبيتي، ممكن النبيتي اللي هو الغامق مش الاحمر الريد ده، في نبيتي اللي هو الحاجات السيمبل هاديه، ايوه هادي هادي هادي، هادي تحسي جدا، ان هو قالب مش على ملحوظ. اسود بس عامل ضي كده، عارفه ايوه ده بيبقى خطير. ده ما تلاحظوش الا في النهار كده في الضوء. ايوه ده، لكن في شفتي الاحمر ده اللي في المج ده، هو بيعملوا اللون ده فعلا لا حقيقي. ده صعب. انا احكي لك، كان جالي عروسه عامله اللون ده وعايزه تعمل فورمه، ايوه فضلت وراها اسبوع في التليفون لحد ما اقنعتها تغير لون شعرها. بالظبط. والله تغيري لون شعرك، انت هتعملي فورمه تبقى فظيعه ومش مع هيبقى الميك حلو اب وكده. كمان. بس وغيرناه عملناه لها لون حلو يعني فاتح برضه، هي بتحب الفواتح بس مش احمر. انا لاحظت بصي من كلامي معاكي، حاسه ان انت بسم الله ما شاء الله في شغلك بتميلي للحاجات السيمبل، سواء ميك اب حتى الشعر. او صبغات او شعر، مش يعني حتى كمان الفورم، ما بتحبيش الحاجات الهايس قوي بتطلب دي. مني الحاجات الهايصه دي، ليها ناسها بقى، بنكلمه في هير دريسر برضو معانا بيجي يعمل كل ده. زي ما قلت لك الكلاينت بتيجي بتخرج راضيه 100%، طب بس بيبقوا اصحابي بعد كده. بالنسبه برضو للقص، انت متخصصه في القص يا كل حاجه بقى في الشعر خلاص، ما انا تخصصتي قلت انت بقى، يعني انت درست خدت الشعر كله. بالدراسه. انا ما فيش حاجه عندي في السنتر انا ما اعرفش اعملها، ما شاء الله عليك، عندي المساعدين وعندي ناس كتير وبيقدروا ما يشتغلوا، شاء بس الله. انا مفيش حاجه ما بعرفش اعملها. في ناس انا بعلمهم برضو، لان طبعا مش المتخصصين مش بيفضلوا السنتر ثابتين عندك برضو العمر جميل كله قوي، يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا الحمد يزيدك لله عقبال ما تفتحي فروع في كل مكان يا رب. حبيبه قلبي حبيبه قلبي تسلم. بس فانا بقول لك كل حاجه انا بعملها الحمد لله، هم بيعملوا وانا وقت الزنقه انا بكون ايدي معاهم، عارفه مش بقعد بقى واستناهم لا. انما انت تخصصتي في الشعر والميك اب والميك بس. اب فقط لا غير، وفرم العروسه حاجات تانية بقى، اللي هما يعني بيبقوا خبراء التجميل يقول لك ناخدها كده بالمره، انت لا ما لا عندكيش انت النظام ده. لا، خليني لما تكوني فاهمه في حاجه احسن ما تقعدي احسن حاجه بجد والله. في حاجات ما كتير انا مش عندي في السنتر، يعني مثلا زي الاكليريك والمايكرو بليدنج والكلام ده، ما احياها ما عندي خالص، وتركيب الشعر والكلام ده لا، ده ليه ناسه. ما تحبيش تعمليه انت بقى؟ طب لو حد جه طلبه منك انت ما اعرف ناس اوديهم، ناس عن ثقه برضو. انما ما جربتيش انت موضوع تركيب الشعر ده، لا لانه برضو طالع منتشر قوي برضو حاسه. طالع، بس مش كل حاجه اقدر اعملها يعني، انا اعرف بس ممكن من الصبح ادخله جوه السنتر، بس اي حاجه طبعا انا مش بتكلم اللي شغالين فيه يعني، اي حاجه فيها سنه ان هي ممكن تكون شبه حرام اقدرش ادخلها عندي. ما انا لسه كنت بقولك على الضوافر. ف لا متركبه. لا مش على الحكايه الجل متركبه، والكده الجل عشان لا كمان بيمنع ما الوضوء دخلتش. بالصلاه وكده. ما شاء الله انا ما ممكن شاء الله انا اعمل عليك. الحاجه يعني، انا عايزه اعملها حبه بس ما اشيلش انا ذنب الناس بقى. بس ما هو في الاول وفي الاخر انت اللي هتاخدي الذنب، بالظبط بالظبط. مش بقول لك احنا النهارده هنتضرب انا وانت. لا لا والله طبعا كل الناس يعني كل حد معروف في شغله يعني، وكل واحد بقى ادرى يعني، فاهم. عندك صراحية وشفافية. والله يا ستي ده اللي ماشي دلوقتي، انا صريحه في كل حاجه في شغلي في كل حاجه. ما عشان كده والله انت ما شاء الله مرزقة بالظبط والناس كلها بيحبوك الحمد هناك. لله، عشان انا ما احبش حد يقول من ورايا كلمه، كل حاجه قدامكم موافقين يلا. ده بس كل القناة وكل اللي بيشوفنا هيجيلك بكرة. ان شاء الله نوروني، اعمل لهم خصم كمان يلا. الحريم بتوعهم بقى ان شاء الله، يعني ان شاء اي الله. حد يا جماعة يروح لأستاذة حسناء يعني النص بقى، انتم معدنا. ها اقل من النص انا طبعا، عارفة ما ببلاش انا بعمل ببلاش والله. انت بتقول يا والله كده. يعني انا عارفة برضو ان انت عشان الكريسماس وكده برضو بتعملي تخفيضات هو انا بصي في حاجة يعني انا مش حابة اقولها، بس عادي ممكن الناس تقول يعني، انا كل شهر الحمد لله في حاجة لله عروسة ممكن او اتنين نعملها كده ببلاش، نفرح بنات برضو بتبقى مش على النت، ومش بنزل ومش بقول، بس مش حاجة ما بقول بينك وما بين مش ربنا، بقول البنت دي انا عاملاها ببلاش، فاهمة؟ لا حاجة بيني وبينهم انا بتبقى هناك. عروسة لها ظروف معينة بالظبط انا عاملة كده انت بتقفي الحمد لله جنبها. كل شهر لازم. معانا برضو فكرتيني برسله تحية النهاردة استاذ اسلام مزيد صاحب اتيليه فستان الفرح. هو زي كده على ايوه طول دايما بيطلع فساتين اصل برضو يعني التجاره مع ربنا زفاف. دايما بتكسب يعني دايما الحمد صراحه لله. روخر بسم الله ما شاء الله عقبالك وربنا يزيده يا رب، يا ربنا رب يزيده امين ما شاء الله بدل الفرع عنده بسم الله ما شاء الله، ما اللهم شاء بارك. الله. يعني كمل بقى معاكي، وبعدين ايه بقى كلمينا تاني عن الشعر يا حسنا. الشعر دلوقتي اللي طالع لي جديد دلوقتي يجيبوا لي الاطفال
يعملوا بروتين ايوه دي انتشرت قوي يعني كل ام علشان دلوقتي بقى مكسله تسرح للبنتها الصبح في المدرسه مكسله بقى وتقوم هي مقطعه شعر البنت عقبال ما تيجي تتجوز مفيش شعور خلاص. والله انا غير مسؤوله عن كلام لا لا يا جماعه طب ما انا هتتضرب لوحدها انا طفله هي طفله طفله فاهمه هي طفله ما لسه شعرها حرام ما تيجي تتجوز بقى ربنا يكرم ما هيكون خلاص انتهى ما احنا هنعمل لها الشعر بقى اللي نعرف دكاتره كتير بتوع زراعه الشعر هيعملوا لنا الحوار ده هنزرع طب وليه ما هو موجود فعلا والله انت تقولي لهم ايه انا يعني اللي انا لاحظته فعلا والله كتير بيستسهلوا اهالي كتير بالذات موسم دخول المدارس خلاص احنا هندخل المدارس بكره ولا بعده ياخدوا يعني بنتهم الصغيره اللي في ابتدائي ولا في اعدادي ايوه يلا ويودوها وتبصي بقى وتبقى فرحانه بقى بشعر بنتها ان هو انا عندي تقولي لها ان كده الكافيار ده تعرفي ان هو مسرح للاطفال والحوامل تمام بعمل يعني منه بيبقى بنسبه بسيطه بحط معاه تريتمنت كمان اللي هو بقلله قوي حاجات بسيطه بحيث ان هي ما تضرش يبقى ايه مفروض بنسبه ويفي حاجه بسيطه بس حلو فاهمه برضو عشان الضمير بس كده ما شاء الله عليك يا رب دايما والله كل اللي شفنا النهارده والله يعني نفسي يشتغل زيك حسناء بجد يبقى عنده ضمير في مهنته لان اصل انت اصل انت مهنتك كمان يعني هي عامله زي الطبيب بالظبط يعني لو كل واحد اتقى ربنا في شغله والله الدنيا هتتظبط بجد بالظبط يعني انت ما شاء الله بتتقي الله في شغلك بتتقي الله في الماتيريال اللي انت الحمد بتجيبيه لله. ويكفي ان انت بتقولي لا البروتين ده يا جماعه بلاش منه خالص نهائي يعني في ناس هتطلع تقول طب ما الكافيار والحاجات دي بروتين هرجع اعيد تاني واقول ماده الفورمالين فيها اقل اقل مش بنسبه الحرق زي بتاعه البروتين بالظبط بالظبط طب وبالنسبه بقى زي ما قلنا يعني مثلا حتى البروتين لو انا حطيته على ايدي وجه على ايدي انا جلدي بيتحرق عارفه انت بيعمل ماده بيضه كده والله لو سبته 5 دقايق انا يعني عارفه انت ببالي كده قلت اما اجرب زي إيه الامير ده؟ ايوه عارفه انت الماده دي بيعمل الماده دي حطيت مثلا على صابع تاني جنب الكافيار اسيبه 5 دقايق 10 دقايق مفيش حاجه بس صعبه ما تعبنيش طب بيحطوه زي على التاني. دماغ الاطفال ازاي يعني حسنا والله وساعات الكافيار بشتغل بيه بايدي كده ما بلبسش جلوفز ولا اي حاجه بالتالي ان انا الحمد لله ما فيش عارفه ايه بسم الله ما شاء الله بس لكن التاني بيحرق حرفيا انما الكافيار ينفع للاطفال يعني ممكن مثلا طبعا يعني بصي طفله بس مش بالحراره خلي بالك برضو مش بالحراره الزياده خلي بالك برضو يعني معظم الاهالي مش مجرد ان انا بستسهل ان انا بعمل شعر بنتي عشان مكسله اسرح لها معظمهم برضو بيبقى الطفل بيبقى حالته النفسيه البنات بيبقى بيروحوا المدرسه في كتير ايوه اشمعنى يا ماما دي شعرها حلو انا شعري وحش بيبقوا حاله نفسيه فعادي هي برضو ممكن تعمل لها بالكافيار وبيظبط حالتهم النفسيه وبيتبسط طبعا طبعا بنعمل كل ده يعني ده يعني مثلا لو بشتغل لطفله بشتغل بمكوه واحده لو بشتغل لحد طبعا كبير مكوتين الحراره بتبقى اعلى لكن طفله بتدينا نفس النتيجه بس الحراره على شعرها ممكن ياخد مني وقت اطول حتى لو شعر افريقي لو طفله ممكن اشتغل مثلا فيها 8 ساعات واقفه 8 ساعات اعمل لها علشان اديها نتيجه مرضيه وفي نفس الوقت ما زهقش ما تعملهاش ضرر بس تمام لان هي جلدها مش زي الكبار مش تستحمل لسه راسها لسه طريه فاهمه بس والله بحاول اشتغل على اساس انا بعمل لنفسي بعمل لاختي بعمل لبنتي كده فاهمه اكنك فعلا شغاله لحد بالظبط عشان كده معظم الناس بيحبوك اللي هو انا ما برضاش اعمل لحد حاجه يدعي عليا بيها يعني انا خدت منك فلوس وشعرك تدعي عليا ليه؟ لا احنا هيدعي علينا النهارده تاكيد لا 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 صدقيني وعايزه اقول لك ان 90% من البيوت سنترز وقفوا البروتين والله دي حقيقه فعلا دي حقيقه انا بتكلم برضو بقلبي جامد وقفوا البروتين الحاجات التانيه بتغني كافيار والفيلر والبوتكس الحاجات دي هاديه شويه في حاجه اقولها في بقى ناس بيبقى ما عندهمش ضمير يقول يجيبوا البروتين يقول لك لا ده كافيار لا ده مش عارف ايه وطبعا العميله ما تعرفش ما تعرفش حرام طب ممكن مثلا تخش عميله تقول لك لا وريني الاول انا بوريها تخيلي انا بوريها والله والله بخليها تشم ريحتها بوريها عشان انا واثقه بالماده بتاعتي انا خايفه عليكي والله حقيقي بوريها تقعد ريحتها بيبقى جوز هند كده فاهمه جوز هند ريحتك فواكه لان الفرد اللي فيها احماض فواكه ريحته صعبه شويه تخيلي بقى ودخان اوفر يعني فور ايفر دخان بقى المكان كله لكن الماده اللي عندي ما بتدخنش قوي عادي اللي هو في الطبيعي تبقى حاجات بسيطه وفي نفس الوقت ما تضرش وبتعالج الشعر وما تضرش لا ليكي ولا ليها بالظبط حتى الدخان بيضر اللي واقف كمان ما هو اكيد ما هو بصي الضرر مش هيعود عليها هي لوحدها أيوة. ما بيعود عليكي انت كمان أيوة لان كل ده بيجي لك انت برده في بتشميه وبتستنشقيه كده يعني دي حقيقه ما شاء الله عليكي يا حسناء إيه طيب انت النهارده بقى بتنصحي كل واحده النهارده بتشوفنا تقولي لها ايه
بص انا بنصح البنات اللي شعرها عادي سريع ومش عشان ما كيرلي، بيقولوش شكرا شكرا ورانا هوا. شعرها عادي مش كيرلي، ده تستخدم وصفات طبيعيه الاول، وبعدين تبقى تفكر تشوف لو ما جابتش نتيجه فكري في الحاجات ده اخر حاجه. تمام يا حبيبتي، انت نورتينا وشرفتينا، حبيبه قلبي دلوقتي الجرى معاكي سريعة سريعة والله ما شاء الله عليكي حسناء بنت المنصوره الجميله حسناء حبيبه الدين، قلبي نورتيني وشرفتيني حسناء، ده وان نورك شاء الله يا رب نكمل حوارنا في ان حلقات شاء قادمه الله باذن ان الله. شاء الله يا قلبي. شكرا مشاهدينا، بشكر ضيفتي الجميله اللي كانت منورانا النهارده حسناء الديب، وان شاء الله على وقت بلقاء وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. كانت معكم نيلو الخولي، في امان الله.